ايه رأي حضرتك في المقترح ده، انه مع دخول المزيد من الذهب للسوق المصرية، يعني مع اللي جايين من الخارج، ده ممكن يؤثر شوية على المعروض فيقل السعر؟ أنا معاك حضرتك، لكن في نقطة مهمة جدا لابد أن نراعيها. اتفضل. الذهب مش سلعة زي القوطة والطماطم والأجهزة الكهربية، الذهب عملة، صح، عملة من قديم الأزل. الذهب لابد أن نتعامل معاه مش على إنه سلعة زي أي سلعة عادية، يعني فهمنا معايا، صح. لكن الذهب هو ده اللي عملة. فسر إقبال المصريين الكبير. أما أنا أقول لحضرتك بس عشان الناس تايهة من النقط معينة. اتفضل. الذهب ده حضرتك لو عايزين إحنا ننظم هذا السوق ونخليه سوق يعادل الخارج، واخد بال حضرتك، لابد ان احنا نفتح البنوك لهذا الذهب. ليه؟ النهارده احنا البنوك بعيده عن الموضوع الذهب، مش كده؟ طب ليه؟ طب العالم كله البنوك بتشتغل في الذهب، واخد بال حضرتك؟ يعني ايه بنوك بتشتغل في الذهب؟ نعم؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك لما تيجي تفتح استثمارات البنوك، شهادات وودائع وبتاع بالذهب، واخد بال حضرتك، الامور تتغير، لان البنوك اما تخش والناس تحط ودائعها او بتاع في صناديق للذهب جوه البنوك. انا ما بقولش اختراع، انا بقول حاجات تجارب موجوده في العالم. احنا بنبعد ليه؟ النهارده الاقتصاد العالمي في تغيرات جامده، واحنا شايفين اللعبه كلها ما بين الحروب اللي موجوده، هي حروب اقتصاديه بحته. احنا متفقين على كده، متفقين، صح. طيب احنا لا نلعب معاهم يا هنتاخر ونتقهقر، هيبقى عندنا مشاكل كتير. جميل. لابد ان يكون عندنا افكار جديده نتابع بها الافكار العالميه الجديده. انت عارف حضرتك العالم من زي ايه بقى اللي هي ربطها بالبنوك؟ البنوك ربطها بالبنوك. احنا بقى ننظمها بقى. انا عندي برنامج كامل يفيد الدوله المصريه، ان احنا نخلي البنوك داخلة طرف في الموضوع ده. طب ده يفيد ايجابيا بايه عشان نوضح؟ طبعا لا مش انا هيعجب ناس، مش مشكله، بس احنا بنفهم نستفهم. حضرتك قلت لي ان يبقى محافظ الدهب، احنا دخلنا في مواضيع في الدوائر خطره. بمعنى ايه؟ يعني في ناس مش هتعجبها الكلام ده. ليه بقى؟ والله بقى يعني ده التجار الكبار. هل في ناس مستفيده من الاسعار كده؟ يعني احنا عايزين حضرتك لما يكون في عندي، يعني اسال حضرتك هل في ناس مستفيده؟ لما يكون عندي في بنوك حكوميه بتلعب في ايه؟ ايه المنتج اللي بتلعب فيه دلوقتي؟ بتدي قروض في ايه وبتاخد ايه وبتشيل ايه وبتكسب ايه وبتخسر ايه؟ مش كده؟ طيب اما نشوف الخطه اللي قدام بتاعه البنوك، ربنا كده، المنتجات اللي بتلعب فيها العربيه، العقار، ارض، مش كده؟ طب ما في الفتره اللي موجوده فيها حاليا العالم المنتجات دي، المنتجات اللي انا بقول عليها دي بتضعف، بتنزل عالميا. ايوه، واتخن دول في العالم بتخسر في المنتجات طبعا دي. عشان مكونات فيها اشتراط كبير. مش عايزين نقول بقى كلام اكتر، لان انا عندي افكار رهيبه. طب معلش ما حدش يعني ممكن يعني طب حضرتك تسمح لي ارجع تاني للجزئيه اللي قلتها، قلت في ناس مش هيعجبها الكلام ده. مين النهارده مستفيد من الوضع القائم في سوق هل التجار الكبار اللي هم بيسوقوا السوق؟ هو احنا طالبنا ان البنوك من اولهم البنك المركزي والبنوك الحكوميه، احنا بنتكلم على البنوك الحكوميه، تفتح صناديق وشهادات ووسائل ادخاريه بالذهب. الذهب ده بيبقى عملات، بيبقى سبائك، بيبقى اكنه نقد. هو الذهب عمله. حضرتك الفراعنه، معلش الفراعنه من 7000 سنه لما كان يموت يحط الذهب معاه في التربه. مفهوم. طب اذا هو عمله
ها يلاقي الذهب. طب اذا حط عمله بحد ذاته العقيده دي، معلش حضرتك العقيده دي انت عارفه الست اللي بتبيع جرجير واللي قاعده في السوق بتبيع طماطم وبتاع بتجيب الذهب وتخزنه، عارفه الستات دي تعمل ايه؟ بتعمل جمعيه وتقبض الجمعيه اول حاجه تقول لك اشتري غوشتين. طب ما صح مش غلط ده، دي احسن من اتخن واحد بدرس. طب انا بس عايز ارجع عشان نفهم حاجه، بتقول لك خبته ما تتغيرش، بتقول لك ايه بقى؟ انا ما بنت هتتجوز، ابن هيعمل المشروع بتاع ابيع الذهب، ده من زمان عقيده. لا بد ان البنوك يكون عندها نفس الفكر. ماشي فهمنا النقطه دي. طب اسالك، انا بقول مصلحه بلدي طبعا طبعا. طب فهمنا النقطه دي، عايز اسالك نقطه تانية برضو فيها. انت انا بقول لحضرتك المصريين اشتروا ذهب كتير قوي الفتره اللي فاتت فوق السبعة طن، وده رقم كبير يعني الاقبال كبير. حضرتك بتقول لي وايه المشكله ما المصريين يجيبوا ذهب، ما ده اللي بيحفظ العمله. بس انا بقول لك على حاجه، الشراء الكبير ده عمل ضغط كبير على السوق، فاحنا برضو خلينا سعره يعلى. انا بسالك سؤال فني، فانا عايز افهم هو الشراء الكتير. الشراء الكتير ده قال لك ان احنا عشان نعمل تعادل والتجار بتكسب فرق اللي بره واللي جوه، فنعمل نوع من ان احنا ندخل السلعه وقبلك انت بدون مع الناس 150 جرام تقريبا ولا بتاع، ده مش هيحل حاجه.